بغيت دو كالم. انا حاسه بكح بالبا ديالي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه المأساة وهذه الفاجعة اللي وقعت قبل لحظات بمنطقة العنق، انهيار مبنى سكني اللي كيضم عدة بنايات. حنا عاوتاني مرة أخرى سنقولوا من المسؤول، من المسؤول، وغنبقاو نقولوا من المسؤول، ويبقاو يقول لك راه مازال غتخرج اللجنة وغادي نعرفوا. كتنسى القضية والتحقيقات والناس المواطنين ما كتوصلهمش المعلومة باش يعرفوا شكون المسؤول. الحمد لله بيتتلم وصلوا شكون تعتقل، من بينهم بعض المهندسين ومن بينهم بعض الناس اللي كان لهم سبب ان هذيك البنايه انهارت. اليوم ايضا نطرح سؤال، من المسؤول عن انهيار هذه البنايه؟ هذه ما كانتش ايله للسقوط، باش نصحوا المعلومه، ما كانتش ايله للسقوط، ولكن راه كاينين عده منازل بهذه المنطقه ايلين للسقوط، راه يقدروا يطيحوا في اي لحظه. معنا احدى الناجيات واللي ربي سبحانه وتعالى كتب لها عمر جديد لانها ما كانتش داخل البيت ديالها. الحبيبه ديالي شنو وقع؟ السلام عليكم. على سلامتكم بعدا. شكرا. السلام عليكم. انا السيده كنسكن في هذه العماره مده شي 42 سنه، وكنسكن في الطبق الرابع. حنا هاد الايامات كان شي حد كيصلح في السفلي، كيصاوب شي كراج ولا شي حاجه، وكيريب كيريب عند بالنا حنا راه كيصلح في السفلي هاد ما عرفناش، حيت عاد كرا يمكن بغى يدير شي حاجه. أيه؟ تيدير لا ترانسفورماسيون. عنده الرخصه باش يصلح؟ ما عندنا حتى فكره. انتم كساكنه ما هبطتوش سولتو؟ قلتوا له واش ما سولناش المسؤول؟ راه انكم كنتوا كتزعزعوا. لا عمرنا ما تزعزعنا حتى اليوم. اها. عمرنا ما تزعزعنا، تنقولوا هذاك بحال دائما كيصلح، قلنا ما يمكنش غيكون كيصلح بلا ما تكون لوتوريزاسيون، لان كيدوز تيدوز المقدم، كيدوز الناس في السلطه، ولا بدا ما غيشوفوا هما غادي دابا. المشكل ان الناس في السلطه تيكونوا عاطينه لوتوريزاسيون، مثلا ديال يدير الجليج يصلح، كينوض هو كيبدا يقيس البودرات، كيبدا راه تلقى عنده هي الاصلاح غير شي حاجه ترميم ديال شي حاجه كوزينه ولا ولا شي حاجه تلقاه دخل في البودرات، دخل في ليبيلي. ها شنو هذا؟ الى اليوم كنا كنت انا هذاك راه هذا شاري بارتمان، غير بارتمان اللي كيصلح. لا غير تشوسي، غير تشوسي الكارا بحال هونكار كبير. أيه. بغى يدير شي قهوه ولا محلبه الله اعلم. وحنايا في الكاتريام ايطاج، وانا شاريه ديك شاريه الدار، بحيث كنا هكا كيشوف كاتريام. انا في الكاتريام ايطاج، في الكاتريام ايطاج شاريه الدار وديك الشيء، بحيث حسيت بها كتزعزع. ما رديتش البال، دقات عليا جارتي قالت لي هبطي سميتها هبطي هبطي. انا كنجري وجير السيد ديالي قال لي هبطي، راه الدار تشقات. قلت لي كيفاش الدار تشقات؟ وعندك البنيته مريضه؟ عندي بنيته مريضه، حيت دائما تنخرج كنسد عليها شي مره باش كنمشي نقضي شغالي. والصباح قلت لها شوفي مريم، انا راه ما نخرجش اليوم بلا ما نمشي نتسخر، يتسخر لي واحد الوليد كيتسخر لي حتى العشيه ونخرجك. الوغ ما خرجتش، جاب الله الخير ما خرجتش الحمد لله. اللطف كون خرجتي وسديتي على بنيتك بالساروت. مسكينة هاد الخيط. بحيت هي هذيك شويه بدات يلا دقوا عليا الجيران، هبطت كنجري ديك الشيء. هبطتي بنيتك وهبطت؟ هبطت بنيتي، هبطت غير ساكنه، لا وراقيه لا ذهبي لا الحاله المدنيه لا ورق. بحال نهار الزلزال. بحال نهار الزلزال، بنادم ما غيبقى يفكر لا في الذهب لا في وراق لا في حتى شي حاجه. بدا العماره كتشق، قلت انا غادي العماره كتشق يمكن هاد الحديد يوقف. كلكم خرجتوا في كتجري؟ قلنا جيراننا. بحال نهار الزلزال. تماما خرجنا ما دوزاتش قسمين حتى العماره قوية فوندات كلها هبطات بحال بحال الجبل. كانوا باقي الناس تحت منها؟ تحت ما كاين. الحمد لله. كلشي ما كاينش. الحمد لله. زعما الحمد لله. الحمد لله، وهذا لطف من عند الله سبحانه وتعالى انه ما كانت حتى شي وفاة. الحمد لله. الحمد لله. دابا انتي ماشي غير انتي اليوم كتكلمي باسم شحال من بارتمان؟ انا كنتكلم بويا حنا خمسه ديال البارتمان. خمسه ديال البارتمان. وكل بارتمان فيها عائله. يعني انتي خليتي ذهبك وريقاتك الوراق ديال بنتك ديال كاع اللي كان ملك خرج بجلابتي وصافي كاع اللي كان ملك. دابا انتي كتشوفي في السلطات دايرين كيديروا في ديك البوكلانات. راه الصالون ديالي هو ديك الحمر. ديك هذيك هذيك الخدا ديال الحمراء ديال الموفرا وهذيك الزربيه وديك الشيء كلشي هذاك فراشي راه كيهزو. دابا صبحتي بحال عمرك ما كانت عندك الدار، بحال ما عندك ما كان عندك صالون، ما كان عندك في راه مشاتي عين. اه تمام. في راه شحال شريتي هذا البارتمان؟ كنت شريتها بشي 32 مليون. هذه قديم قديم اكثر من 30 سنه. اه قديم. يعني اليوم العقار هنا راه واصل لواحد المبالغ ماليه اللي هي وعاد فرشتيها وعاد سرقنا في هذا الدار عليه 45 مليون 45 عام هكا 45 عام. جيت عروس لهاد الدار تحت فيها بنياتي وتحت فيها كلشي. وريقاتك ذهبك عندك فلوسك وخرجت الصاك. دابا السلطات كيحيدوا كيجيب البوكلانات كيهزوا. فينا هو ذهبك وفينا هو محويش وفينا هو وريقاتك؟ هادشي هذاك الشيء الحمر راه زربيه رباطيه راه دابا حنا كنسالوا كنسولوا السلطات اشنو المصير ديال هاد المجوهرات ديال الناس، فلوسهم وراقيهم، شنو هو المصير ديالهم؟ بغينا نعرفوا دابا حنا في مثل هاد الحالات
هاد الناس كيفاش غاديين يمشيو يسترجعوا المسائل ديالهم اللي هي غاليه بحال وريقاتهم بحال ذهبهم. كاين بحال هاد السيده عندها دوسي ديال بنتها مريضه، عندي بنتي مريضه فيها التوحد وعندي دوسيها وعندي دواياتها وخلينا دوانا خلينا كلشي 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 خرجنا غالب الله. لا اله الا الله غالب الله لا اله الا الله الحمد لله. شنو قلتوا سولتوا السلطات قلتوا لهم بغينا ذهبنا بغينا فلوسنا سيري من بعد سيري من بعد واخا من بعد امتى؟ ما نعرفت قال لها مشيت عند هذوك قلت راه انا راه فراشي وهذا راه قلت له زعما حكينا انا جيت من الفوق وانا ما بغيتش لا ذهب لا والو بغيت غير وريقه بنتي باش تعاودي عنده سيد مالادي وبنتي مني تزادت وهي فيها التوحد ما عنديش كيفاش غندير وانا هادشي مأساة. الله يحسن عوانكم والله يكون معاكم انك تشوفي في حوايج جاتك وكتشوفي لا ما تبانش منو هادي بنيتك اللي شعرها مسكينه الله يكون معاك الحبيبه ديالك شكرا ولكن راه الله يكون معاك ولكن حنا راه خصنا كنطالبوا ان هاد الناس ياخذوا المسائل ديالهم ورجعهم لما تبغيو توجهوا اليوم الرساله ديالكم نوجهوا الرساله راه كان هنا السيد الوالي ديال جهه الدار البيضاء خصنا نوجهوا الرساله للمسؤولين فيما شافوا شي حاجه كتقاد ياخذوا بعين الاعتبار ويشوفوا علاش كيريبوا علاش هاد لا ترانسفورماسيون علاش اللي دار شي حاجه عنده بيت في السطح كيزيد زوج البيوت اللي عنده دار فيها جوج بيوت يدير فيها 10 وحنا تنحاربوا البناء العشوائي وكنحاربوا اي حاجه عشوائيه شارع زوين وشارع مستقبل وباقي فيه هاد الشيء للاسف الشديد وحتى المواطن خاصو يكون واعي راه ما نمشيش ناخذ رخصه من الجماعه باش نصلح كوزينه ولا باش نزيد ونولي غادي للبودرات راه المواطن حتى هو بعض المرات تيكون ماشي ما واعيش كيبقى يفكر غير في مصلحته على راسو وعلى الناس هو دابا باغي ياخذ لاكاف باغي يديروا قهوه ولا عشبه ما عندوش مشكل خاصو هو يصلح على راسو وعلى بلا مهندس بلا حتى شي حاجه كيخرج على راسو وعلى الناس. فين غتباتي اليوم؟ عند حباب الله ما عرفتش فين غنبات والله ما عرفتش فين غنبات الحمد لله الحمد لله الحمد لله حنا عارفين حنا شوف حنا تنعرفوا المدينه القديمه وتنعرفوا الساكنه ديال المدينه القديمه وتنعرفوا الكرم ديال الساكنه ديال المدينه القديمه وكنعرفوا الاخلاق ديال الناس ديال المدينه القديمه ما تيفوتوش بعضياتهم ولكن راه ماشي بحال الانسان كان في محاله كان في داره كان في ليساته كان بوريقاته كان بحيوطه كان راه يعيا اللي يعطيو ما يعياليش شحال غيهزوك هاد الناس راه تاهم متقاعدين خدينا التقاعد انا وراجلي متقاعدين وعندنا بنت عيانه والحمد لله الحمد لله ولكن راه غتاخذي حقك راه خاص اي واحد مسؤول على هذا الانهيار انه يعوضكم غادي يعوضنا عاود الله فين غيلوحونا وحنا ولاد المدينه وتزادينا هنا وكبرنا وتزوجنا هنا فين عاوتاني غيلوحوك ذات الخاليه على مال هذه كانت حتى هي داخله في الاطار ديال الاستفاده حتى هي كانت داخله في اطار الدور الى السقوط لا لا, لا لا دارك هذه آه داري ايوا هذه ايوا اذا مرا دارك راه خاصها تعاود تبنى وترجعي لدارك ايوا صافي آه انا ما عرفتش ما فهمتش هذه دارك لا انا ما فهمتش بارطما ديالك شاريها برزقك شريتوها من عند بروموتور ايوا خصكم هاد الدار تعاود تبنى وترجعوا لديوركم امين ويعاودوا يرجعوا لكم الماسوغات ديالكم ويرجعوا لكم وريقاتكم حنا راه ماشي في بلاد ديال السيبه اي والله اش غنقول لك الله يصاوب الله يصاوب لك الحبيبه ديالك شكرا شكرا خير هاني صحيحه الله يصاوب لك اخويا اجي اخويا اجي احنا دابا غادي ندي احنا معك دابا احنا دابا معك كاينه دار ضربت عليهم احنا للاسف الشديد اذا مشاهدينا الكرام غنختموا معكم هذا البث المباشر اللي درناه من امام المنزل اللي راب والناس راه كتسنى تاخذ وريقاتها تاخذ ذهبها تاخذ فلوسها تاخذ دواها راه كاين اللي عنده الدواء لوغدونونس لما مشاش عطاه الطبيب ما يقدرش يعيش راه كاين تحت الانقاض غنختموا معكم ونرجعوا لكم في التفاصيل القادمه باذن الله.